هالبرنامج عم بيتقدم لكم برعاية أندريوس ميديا. مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم مجددا بهالحلقة الخاصة اللي عم نقدم لكم إياها بمناسبة عيد الميلاد. هلأ رح نشوف سوا حلقة جديدة من فقرة My Home First مع زملتنا لور يلي بحضرت لنا شي خاص بهالمناسبة. نشوفها سوا. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ببرنامج أمنيات بفقرة جديدة من My Home First. هالفقرة المميزة اللي مخصص لكم إياها لمناسبة الأعياد حبينا سوا ننقلكم لأجواء منزلية ونشوف كيف فينا نزين بطرق مختلفة ومهضومة من أجواء كريسمس. بالأول اليوم رح نحكي شوي عن تزيين البيت وبالأخص عن تزيين الحيطان بفسحة بيضة إذا عندكم بأوضة الأولاد، بأوضة السهرة وحابين تزينوها من وحي المناسبة وحتى الأولاد بيقدروا يساعدوكم فيها لأنه كتير هينة. مثل ما رح تشوفوا في كتير أمور فينا نلاقيها بالأسواق بأسعار كتير بسيطة من وحي كريسمس. أنا اليوم نقيت كريسمس ثيم ولزقته قبل ما نبلش بالحلقة، ولكن رح تشوفوا كيف هالصور الحلوة الملزقة تنقبع بسهولة بكرة وقت تخلص الأعياد بدون ما تجرحوا الحيط ومن دون ما تقبعوا البوية، وكمان حتى منحطها بطريقة كتير سهلة وكتير هينة. مجرد ما ننقي المطرح اللي نحنا بدنا نحطها فيه تتلزق بسهولة. تام كله بيحكي مثل كأنه قصة كيف سانتا كلوز نازل من الشميني تبع هيدا البيت، وهون كيف العربي تبعه، وبالاخر بتشوفوا السنومان عم بيعملوا كريسمس كارد. هلا رح نشوف كيف فينا نطوي النابكنز بطرق كمان مهضومه باشكال العيد. اول موديل حابه نعمله سوا هو اكثر لصحن اللي رح نستعمله لديسرت. فيكن انتو تعملوها على اكبر مشاهدينا، مش ضروري تتأيدوا بنفس الحجم يلي انا عم بشتغل فيه، فيكن تعملوها على اكبر كمان بتطلع كتير مهضومة. مثل ما رح تشوفوا هلا انا كنت محضرة واحدة مسبقا. انا اليوم استعملت الورق، فيكن انتو تستعملوا القماش، بس لليوم نحن بحاجة لنابكن مدور، او اذا والافضل انه يكون لونين. في بالاسواق نابكن بيكون عنده وجه وقفة مختلفين، الوان مختلفة. اذا لقى فيكم تحطوا اثنين نابكن حد بعضهم وانتو تعملوا كأنه نابكن واحد له لون على ميلة الوجه ولون تاني على ميلة القفة. لكن اليوم رح نستعمل نابكن مدور. نطوي النابكن المدور لنص، اكثر نطوي يعني تقريبا 3 ارباع النص حتى يبقى هيك البرودري مبين بالكعب. ومن بعدها من بعد ما نكون طويني بهذا الشكل رح نترك ربع المسافه ونطوي ال 3 ارباع بهالطريقه على شكل مثلث. فبصير عنا هيدا الموديل. من تاني ميل اذا بتلاحظوا بيكون صار عنا هيك احمر واللون التاني. انا نقيت اللون التاني يكون هيك فيه خضار وفيه ورد تيعطي اكتر على شكل شجرة، لانه بالنتيجة هي رح تطلع النابكن مطوية على شكل شجرة العيد. ناخد البقية اللي بقيت من هون من النابكن ومنطويها بهيدي الاتجاه بهيدا الشكل. هلا اذا طلعت لنا اذا قدتنا النابكن لنطويها لثلاث اقسام بيكون كتير منيح، اذا لا فينا نطويها لقسمين، ولكن انا بفضل انه ارجع اطويها بعد بثالث قسم.
وبيصير عنا كريسمس تري، نابكن على شكل كريسمس تري. هذا كان أول موديل للنابكن لليوم. هلا رح نشوف تاني موديل محضرينه لليوم، بس هالمرة رح نشتغل بنابكن مربع. ومثل ما هالعيد مليان بالألوان ومليان بالحياة، كمان الأفضل نشتغل بنابكن بلونين مختلفين، تكون اللون الوش مختلف عن لون القفا. وبحب أذكركم إذا ما عندكم نابكن بلونين مختلفين، فيكم تحطوا اثنين نابكن فوق بعضهم من نفس الحجم وتشتغلوا عليهم. تاني موديل رح يكون سانتاز هات بنابكن مربع نطوي للنص بهذه الطريقة، ونرجع منقربه على شكل مثلث ويطلع على جنب شكل مربع. فإذا من بعد ما نكون طويناه ليصير عنا مثلث إلى جانب مربع، نرجع نطويه مرة تانية مثلث تاني بهالطريقة، واللي بيفضل نطويهم هيك. الشغل رح يكون على تاني ميلة من النابكن، فإذا هيدا ميلة القفا وهيدي رح تكون ميلة الوش. هوني بكعب النابكن رح نقلبون، رح نطويهم لجوا أو بالأحرى لبرا بهالطريقة. رح أقرب الصحن وتشوفوا كيف طلعت معنا سانتاز هات بمجرد إنه نضيف لها بول على رأسها، وفيكم تحطوا كمان كريسمس بريزنت بقلبها. هيدا كان تاني موديل محضرين لكم اياه لليوم. رح نتوقف هلا مشاهدينا مع فاصل اعلاني صغير، خليكن معنا، من بعده رح نشوف كيف فينا نزين اورنمنت لكريسمس تري. لاعلاناتكن على برنامج امنيات اتصلوا فينا على 416-595-6161. عروض مميزه ابتداء من $100 شهريا. اتصلوا فينا اليوم وسوا منطور اعلاناتكن لمستوى افضل. مع أمنيات بزنس أكثر ومدخول أكبر. برحب فيكن عن جديد مشاهدينا بهالحلقة المخصصين لكم إياها لعيد الميلاد. مثل ما كنا حكينا قبل الإعلان، هلأ رح نشوف سوا كيف فينا نزين كريسمس أورنمنت بطرق كتير مهضومة، حتى الأولاد بيقدروا يساعدوكم فيها، بيكونوا هن هيك involved بكريسمس ديكوريشن. بس بالأول رح قلكم إنه الأفضل نحط ورق، لأنه رح نستعمل الغري والتلزيق أحسن ما نجوي الطاولة بالجليتر والغري وننزعها. هيك إذا حطينا ورق بس كمان حتى نقدر نشتغل فوق منه. اليوم رح نشتغل كمان بفلين مدور، ولهالسبب أنا رح استعين كمان بكباية، هيك وقت نكون عم نشتغل بالبول ما بتنهز، بتكون ثابتة وبيصير الشغل فيها أحسن وأهون. لكن لهالغرض أنا اليوم رح نستعمل الجليتر بعدة ألوان، كمان من نوع المناسبة الأحمر الأخضر الذهبي والفضي، وحتى في أشياء مهضومة بنلاقيها بالأسواق بتكون فيها حديد، بتقدر يعني نقدر نعمل منها عدة موديلات هينة بالاستعمال. رح نشوف كيف رح نقي هيدا اللون أنا، رح نشوف كيف فينا نحطه حوالى بول. ومثل ما سبق وذكرت، بما أنه إلى حديد فينا نتنيها مثل ما نحنا بدنا، وحتى نشكها بقلب البول بما انه من فلين، وهيك
بيصير سهل إننا نعلقها. أنا كنت سابقاً بلشت بتزيين بعض الأورنمنت إذا شايفينهم بألوان كمان مختلفة وبأشكال مختلفة. رح نشوف سوا هلأ كيف فينا نعملها. حبيت كمان اليوم استعمل القماش، نفوت القماش في بالأورنمنت. فإذا هو مدور رح انتقل شوي على طرف الطاولة ونشوف كيف سوا فينا نلزقه، لأنه وقت نستعمل القماش، القماش شوي صعب يهدى معنا بالوايت جلو، فإذا رح نستعمل الجلو جان كرمال حتى نقدر نهدي. إذا بتلاحظوا بالبول بيبقى في خط، إذا تبعني لهيدا الخط بيسهل علينا كتير الشغل فيه، وساعتها بنقدر ناخد الوسط إكزاكت. رح حط القماش، رح شوف قديش بدي يس، رح حط القماش هيك ورح لزقه. ما نكتر كتير جلو حتى ما يطلع للبر. مش ضروري نحط داير ما تندار كله، بس مهم على نقطة وصل وزايد من أصول بالمقص. هلأ ما رح كمل الشغل بهيدي، أنا كنت سابقا حضرت وحدة تانية من نفس الوحي وعملت عقدة مهضومة كمان. رح نكمل الشغل هلأ على هيدي البول، ورح تشوفوا كيف حلو الشغل بالوايت جلو مع الجليتر، والولاد كتير بينبسطوا هيك وقت يكونوا انفولفد بالديكوريشن وبينبسطوا كتير فيها. ما تتأيدوا بالألوان اللي شايفينها هلأ حوالي على الطاولة، مهم دايما وقت تكونوا عم تعملوا ديكوريشن لبيتكم تتناسق الالوان وتتروح وتتناغم مع البيت، مع اجواء البيت. يعني اذا كنتم زينين بالذهب والاحمر تستعملوا الذهب والاحمر بزينتكم، واذا كنتم بالنيله والابيض وهدول الالوان كتير حلوه لهالعيد، وخاصه هلا دارج النيله والابيض والموف، الالوان كتير دارجين. انا حبيت هيك زين بهدول الالوان، فيكم زينوا بالبيت بالالوان يلي انتم بتحبوها. لكن رح نشوف التكنيك هيدي كمان سهل كتير وحلوة. بالوايت جلو بنحطه على مطرح ما بدنا نحط الجليتر، بنحط شوي داير ما تندار ومنمده بالريشة. نحن بحاجة نستعمل ريشة حتى نمده بكل الاتجاهات، وهيك بيبطل في مطرح ما مش واصل له يعني الجلو. حبينا لليوم هيك نستعمل الذهبي، هلا مش كل الجليتر رح يلزقه، اللي بيكون لزق بيكون لزق والزيادة رح ينزل. رح نتركها على جنب تتنشف، ومن بعد ما تكون نشفت منيح رح نعمل الوجه الثاني ونشوف كيف تخلص كلها سوا. من بعد ما تكون نشفت، نشف اول وجه نفس الشيء بنفس الطريقة، رح نحط على الكباية ونشتغل على تاني ميلة. هلا انا رح اضلني حميتها شوي بس كرمال حتى ارجع فرجيكم كيف فينا نحط الوايت جلو على الفلين. هالطريقة كتير هينة مثل ما كنا سبق وذكرنا وحلوة، وهيك الجليتر بيعطي لمعة، وهيدا العيد فيه كتير أضواء وفيه كتير لمعة، فيه كتير ألوان حلوة، لكن نحن عم نستعمل الريشة تا
حتى نخلي القبور يمتد على كل المطرح. من بعد ما نكون تأكدنا إنه صار في قلوب على كل السيرفس بنهديها ومنرش الكلتر. ما تعتلوا هم إذا نزل أكثر من الإنجليزيين، مثل ما قلت لكم مسبقا تقدروا ترجعوا تستعملوهم. رح أحط الأورنمنت هلا على جنب كرمال حتى ينشف، بياخذ شوية وقت حتى ينشف، ورح فرجيكم كيف كمان إذا ما حبينا نستعمل الجليتر شو غير الجليتر فينا نستعمل. هون حطيت نجوم، تعرفوا في نجوم كمان من مختلف الألوان، والنجوم كمان من رمز ومن وحي الميلاد، لأنه لكل شجرة بدها نجمة، ففينا نعمل أورنمنت كله نجوم، وهيك بيعطوا ضوء بيعطوا لمعة كتير حلوة. من بعد ما نكون تأكدنا إنه نشف الجلو مزبوط، هلأ صار وقت نعلقها على الشجرة. رح نعلقها سوا. لهون بنكون وصلنا لختام فقرتنا مشاهدينا، على أمل تكون عجبتكم. أنا بيبقى أتمنى لكم باسمي وباسم فريق أعمال My Home First أعياد مجيدة. Merry Christmas and Happy New Year. Take care.